مهرجان من نوع خاص أقيم لأول مرة بمدينة طنجة وجذب فنانين من كافة أرجاء القارة الإفريقية. المهرجان افتتح بعرض موسيقي قدمته الفنانة أواسيساو القادمة من بوركينا فاسو. أواسيساو التي تتميز بصوتها القوي وبحيويتها اصطحبت جمهور طنجة إلى عوالم ثقافة القارة السمراء. أظن أنها خطوة كبيرة بالنسبة للثقافة الإفريقية، وأستغل هذه الفرصة لشكر القائمين على المهرجان. بالنسبة لي كمواطنة إفريقية، أعتقد أنه علينا تشجيع وإبراز خصوصية الثقافة الإفريقية سواء بالموسيقى أو بالفنون الأخرى. وأظن أن المهرجان بعد 5 سنوات سيصبح ذائع الصيت ليس فقط بإفريقيا بل بالعالم بأكمله. المهرجان يتيح الفرصة لإبراز المكانة الوازنة للموسيقى الإفريقية على الصعيد العالمي عن طريق تنظيم العديد من الندوات التي تروم خلق فضاء للحوار بين الموسيقيين والمفكرين المنتمين لإفريقيا جنوب الصحراء. نسج علاقات ثقافية بين الفنانين الأفارقة ونظرائهم المغاربة هو ما نهدف إليه في هذا المهرجان، مع تشجيع الموسيقى العالمية التي تستمد ألحانها من إفريقيا. ونهدف أيضا لجعل طنجة عاصمة عالمية للثقافات لكونها اليوم أصبحت مزارا لجميع الفنانين العالميين. وفضلا عن العروض الموسيقية والندوات، المهرجان يتيح لجمهور طنجة السفر إلى عوالم ثقافة البلدان الإفريقية عن طريق تنظيم العديد من المعارض الفنية التي تمكن الزائر من التعرف بشكل أدق على أسلوب الحياة الإفريقية.